هتفضل في قلبي، هيفضل حبك معايا. جوانا ملاح تكشف لأول مرة سبب غيابها عن الفن. ما بحب ضوي على الأشياء اللي بتزعل. أنا سألوني عن محبوبي وديتك من حناني، والله يا أبوي أصعب قرار لحظة وداع. مبسوطة كثير بهيدي العودة، لأنه كنت ناطرتها وصار لي فترة، فاجت على القد، خاصة بعد ظروف كورونا وكل شيء عم نعيشه. فحسيت انه من قلبي من جوا كتبت هالأغنية ولحنتها لتكون اهداء لكل الناس. والكامباك دي لجوانا ملاح كانت من خلال أغنية انت عود اللي نزلتها على قناتها الخاصة على اليوتيوب وبتحقق نجاح كبير. ما في احلى بالحياة من انه تحب الناس وتلاقي هيدا الحب. انا عشت بظروف مثل كل العالم، كورونا اذتنا كتير نفسيا وبعدتك عن العيلة وبعدتك عن أغلى الناس على قلبك. سو حسيت أنه إحنا فاقدين الحنية، فاقدين العاطفة. ما بعرف كيف طلعت معي فجأة، كتبت أنت عود ولما رجعت عم دقق بالكلام حسيت بالفعل هي بتعبر عن الواقع اللي نحنا فيه، وطلع معي اللحن وكان بكل هال يعني هيك ببساطة غنية غزل بالحبيب بكل شخص نحنا منحبه. يا حبي مالوش حدود. والجمهور متشوق انه يشوف جوانا ملاح على الساحة الفنية من جديد، خصوصا انها غابت لفترة طويلة، وكتار كانوا بيتساءلوا عن سبب غيابها اللي كشفت لنا عنه لأول مرة. أنا جتني ظروف خاصة ويمكن رح أقولها لأول مرة، سأبتني ظروف صحية يعني لها سبب أنه غبت. ما حدا بالحياة بيحقق نجاح وبينسحب من الساحة الفنية بهيدا يعني بكل بساطة وبهيك صمت. يعني اليوم لنطمن الناس، جوانا ما غابت مثل ما عم بيقولوا الإشاعات إنه الزواج بعدها عن الساحة الفنية. بعد تزوجتي خبرينا، طمنيهم. ويعني هو سينة غنى ولا سيرة فقر؟ لا بس لا اكيد انا يعني ولا مره اصلا طلع عن لساني هيدا الحكي. وحتى دائما بيسالوني كم ولد انه صار عندي بهيدي الغيبه، كمان مش صحيح، مع انه يا ريت بتمنى. ما في احلى من انه الواحد يجيب طفل على هالحياه، بس ظروفي كانت مثل ما قلت واكثر من مره، بس ما بحب ضوي على الاشياء اللي بتزعل. لكن قلبي هالحيران دخلك اللي شو بقله. والاول مره كمان بتكشف جوانا عن خطوه فنيه جديده من غير غنى. خبرينا عنا انت، هيك بصوتك بدي اسمعها. عكتابي ليك، هو صراحة مشروع هيدا بحسه لوحده، بس تقريبا صار لي كان on off من 2017. يعني في أشياء كتير هو أصلا بيحكي عن نظرتك للحياة من خلال خبرتك وخبرة غيرك، بس بشكل مقتضف. يعني ما بتحسه أنه ممل، يعني أنا ما بخليك تزهق أصلا. يعني أي في وفي عنده إحساس معين، وعندي كمان حينزل فيه songs، يعني حتى أغاني هتلاقيها كتابة وهتلاقيها كمان من ألحاني. سمعين شي منها. هي الطفلة من دون طفولة وهوية ودون ثياب جميعها مخفية. أنا عربية وتقف عربية. بهالفترة مين أكتر فنانة حسيتي عم تسمعي لها أغنياتها وأعمالها الفنية؟ لك أنا صراحة القريبة لإحساس كتير كشرقي عم بحكي شيرين عبد الوهاب. لبنانيا بحب لون إليسا، عندها كم عمل يعني أنا شخصيا بحبهم، يعني في صورة وكتابة أغانيات بحبها بتمسني. وفي عندك بحب كتير كمان نانسي she's very cute وذكية. أنا بحس كمان عارفة إنها كيف تشتغل. أنت 100 على 100 ولا 150